لو عايز تغير حياتك فالكورس المجاني ده ليك، اللي هيعلمك فيه ازاي تعمل بيزنس اونلاين من الصفر يدخلك الاف الدولارات. مصادر دخل كتير هنعرفها مع بعض النهارده. هشرح بالتفصيل خطوه بخطوه ازاي تعمل مدونه على بلوجر، خطوات عمليه، وهنبدا مع بعض من الصفر. حرفيا بعد ما تسمع الكورس ده للنهايه مش هتحتاج معلومه من اي مصدر تاني. فما تنساش اللايك بتاعك، تعمل اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس، وقدر المجهود اللي هيتحط في الكورس ده. وما تنساش كمان تدعي لاخواتنا في غزة اهم حاجة. ويلا بينا ندخل بقى على مصادر الدخل اصحاب المدونات. اول مصدر دخل والمعروف جدا اعلانات ادسنس. اعلانات بتظهر على المدونة بتاعتك بعد القبول، هنعرف كل الشروط وكل التفاصيل ما تقلقش، وتنحاسب على كل نقرة. تاني مصدر دخل المفروض تكون عارفه لو انت متابع القناة، بس انت مش متابع ودي مشكلتك حلها، تمام؟ التسويق بالعمولة. طبعا الموضوع ببساطة مكون من 3 أطراف: الشركة، العميل، انت في النص وسيط. شغلتك تسوق لمنتج الشركة، تبيعه للعميل، وتاخد عمولة محترمة. ثالث مصدر دخل الجيست بوست، شغال فيه برضو شخصيا، بيكون صاحب موقع ضعيف عايز يحط روابط من موقعه على موقعك. انت في الحالة دي موقعك قوي عشان يستفيد بحاجات كتير بقى، يظهر في محركات البحث ويقوي الدومين الاسيوري بتاعه، يجيب زيارات واهداف كتير. رابع مصدر دخل مش فعال قوي في الوطن العربي التبرعات. ممكن تعمل صفحة تطلب من الناس تبرعات، بس انا مشغل سانكس ومفيش خالص فعلا يعني. خامس مصدر دخل تقدر تستفيد بيه جدا انك تبيع منتج رقمي، مثلا كتاب او كورس، بدل ما تعمل اعلانات مولة، لا عندك جمهور وترافيك مجاني بيثق في المدونة بتاعتك، فتبدأ تسوق للمنتج بتاعك. خلينا بقى على طول ندخل على الخطوة التانية، وهي مقارنة بين المنصات اللي تقدر تعمل المدونة بتاعتك عليها زي بلوجر والووردبريس. بلوجر سيرفرات جوجل بتشيل موقعك بشكل مجاني، على عكس بقى ووردبريس انت محتاج تشتري استضافة من اي شركة بتكون مدفوعة عشان تشيل موقعك. الخلاصة انا شايف بلوجر مناسبة اكثر للمبتدئين، حتى لو قابلته مشكلة يخش يلاقي فيديوهات كتير باللغة العربية بتحل المشكلة دي، على عكس بقى الووردبريس اللي بشوفها اكتر للمحترفين عشان فيها امكانيات وادوات هتساعدك انك تنجح اسرع. فلو عايز ووردبريس انا عملت فيديو كامل بيشرح بالتفصيل على استضافة هوستنجر، هسيب لك رابط الفيديو ده في الوصف وكمان في اول كومنت، مع عرض بقى انا عايزك تستغله بمناسبة البلاك فرايداي من هوستنجر، خصم كبير قوي. فانت لو عايز تعمل مدونة على ووردبريس ده الوقت المناسب، الرابط في الوصف. واحنا دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل بلوجر من الصفر. على فكره انا عندي مدونات على بلوجر وعلى ووردبريس، هنشرح بالتفصيل خطوه بخطوه عملي. يلا بينا. اول خطوه قبل ما نخش في الشرح العملي، لازم تحضر اسم المدونه بتاعتك، يا ريت يكون مميز ومحدش استخدمه قبل كده، ده اهم حاجه، وهنتاكد من الموقع ده. وتحط هنا الدومين اللي انت عايز تشتغل عليه عشان تتاكد مفيش حد مستخدمه قبل كده، وتبحث. هتلاقي زي ما انت شايف كده ده اقدر استخدمه، محدش خده قبل كده، طبعا ظبط معايا من اول مره لان مجرب قبل التصوير طبعا، بس انا هديك مثال لو ما ظبطش معايا من اول مره هيظهر لك ايه. هتلاقيه بيقترح لك حاجات متشابهه بديله، يعني مش هو نفسه. بعد ما اخترنا الاسم هنروح لبلوجر ونبدا نسجل بالايميل بتاعنا. طبعا انت مش محتاج اعلمك ازاي تعمل جيميل، يعني تبدا تختار، بتخش هنا بيطلب منك اسم المدونه، وبعد كده تضغط التالي. هنا بتحط الدومين المجاني اللي هيبقى بلوج سبوت. طبعا انا بنصحك بالمدفوع وهقول لك ليه في الشرح، بس لازم نحطه دلوقتي. طبعا لازم محدش استخدمه قبل كده، وزي ما انت شايف ان هو متاح اهو. بتضغط التالي. هنا بقى بتحط اسم المدون او اللي هيظهر انه كاتب المقاله. بعد كده بتضغط انهاء. مبروك، انت بقى عندك مدونه، هنبدا نظبطها مع بعض دلوقتي. تعال اشرح لك الواجهه دي بالتفصيل. اول حاجه طبعا المشاركات اللي هي المقالات اللي هتكتبها بتظهر هنا. بعد كده الاحصائيات، بيديك احصائيات بالتفصيل، جبت النهارده كام زياره، امبارح، اخر شهر، وتقدر تتحكم. بعد كده التعليقات، لما حد يكتب لك تعليق على المدونه بتاعتك. الارباح لما تيجي تربط مع ادسنس. بعد كده الصفحات، هنضيف الصفحات مع بعض دلوقتي، انا بستعرض معاك بس، والتنسيق برضو هنظبطه مع بعض. نروح بقى على اهم خيار اللي هنبدا بيه، هو الاعدادات. طبعا العنوان بتاع المدونه مكتوب، عايز ابدا احط وصف، هضغط هنا، وطبعا مش هكتب بدماغي، شات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي هيساعدني. فانا هطلب منه مثلا يكتب لي وصف المدونه بتتكلم عن استراتيجيات البيزنس اونلاين. فاداني الوصف الطويل ده، كويس جدا، بس ما ينفعش استخدمه لان الحد الاقصى 500 حرف، فطلبت منه فعلا يكتب لي وصف قصير وهنطلب مع بعض. فهبدا انسخه من هنا وارجع للمدونه بتاعتي واعمل له لصق. كويس جدا، هبدا اضغط حفظ. طبعا اللغه لو هنشتغل عربي زي ما هنعمل دلوقتي تمام، هتشتغل انجليزي بتخليها انجليزي، بتختار من هنا، بس انا هخليها عربي زي ما اتفقنا. محتوى البالغين طبعا هتسيبها مقفوله،
هنسيب دلوقتي رمز احصائيات جوجل لما يجي وقتها، واكيد تسيب الخيار ده مفتوح ان يظهر في محركات البحث. نيجي بقى للنطاق الخاص لما تشتريه بتركبه من هنا، وانا بفضل جدا جدا انك تشتري دومين مدفوع من البدايه، وكنت عملت فيديو كامل بشرح لك ازاي تختاره عشان ما تندمش عليه بعد كده، ازاي تشتريه وازاي تركبه على المدونه بتاعتك، كل حاجه بالتفصيل في الفيديو ده، الرابط بتاعه في اول الوصف وكمان في اول كومنت. خش لازم تشتري دومين مدفوع، هيكون افضل في محركات البحث وهيكون افضل في فرصك انك تنقبل في ادسنس. غير كده انا عارف ان الدومين المجاني بيتقبل، بس لما تنقبل مش هتعوز تطور من نفسك فيما بعد، هتشتري دومين مدفوع لازم تقدم من الاول وكانك ما عملتش اي حاجه وتستنى القبول او الرفض. فاشتري دومين مدفوع استثمار صغير بس مهم، والفيديو زي ما قلنا في الوصف، فانا هعدي الخطوه دي. نيجي بقى للجزء ده، عشان لو عاوز تضيف مدون يكتب معاك او مشرف للمدونه، بتضغط على دعوه المزيد من المؤلفين، بتحط الايميل بتاعه هنا وبيبدأ يوصل له دعوة على الايميل، بيقبلها ويقدر يكتب معاك. هنا الحد الاقصى للمشاركات بفضل يكون اكتر من 10، وبتضغط حفظ. والتلات خيارات دول تفعلهم مهمين جدا، بالذات الصورة الويب دي عشان سرعة موقعك. نيجي بقى للاشراف على التعليقات، مهم برضو، هل انت عايز اي حد يكتب ويتنشر على طول ولا انت تراجع الاول؟ بيتحدد من هنا، لو اخترت دائما مفيش تعليق هينزل على المدونة بتاعتك من غير ما تراجعه الاول، الناس تكتب وتستنى المراجعة بتاعتك، هتضغط حفظ. نيجي بقى للعلامات الوصفية، مهم جدا انك تفعل الخيار ده وتحط وصف البحث اللي احنا برضو واخدينه من شات جي بي تي، هو نرجع نحطه هنا ونضغط حفظ. نيجي بقى هنا لملف الروبوتكست، لازم تفعله طبعا، وتيجي هنا وتحط لاسك للسكريبت اللي انا هسيبه لك فيه دليل، هيكون فيه كل الروابط اللي هنستخدمها في الشرح، كل السكريبتات لان انت هتحتاج كتير، الدليل ده هيكون في اول الوصف، كمان في اول كومنت هيكون فيه معلومات وهيكون مكمل للفيديو، لازم طبعا تستفيد منه بشكل مجاني زي ما انت شايف اهو. هنحدده كله ونرجع للمدونه ونحطه هنا، بس ركز معايا في حاجه مهمه جدا، هتشيل كلمه رابط المدونه دي وتحط رابط المدونه بتاعتك، وبعد كده تضغط حفظ. نيجي هنا بقى تفعيل علامات الرؤوس دي ونفعلها برده، اول خيار هتفعل دي والخيار ده كمان، ونضغط حفظ. ندخل على التانية اللي هي صفحات الارشيف، هنفعل التانية ودي، ونضغط حفظ. التالتة بتاعت المشاركات نخليها الاولى برده، ودي ستة معانا في كله، ونضغط حفظ. الادز تكست ده لما تنقبل في ادسنس هنيجي لوقتها. نيجي برضو لاسترداد المحتوى، لو عايز تحط محتوى جاهز معاك وعايز ترفعه كله على المدونة، وهنا برضو خيار مهم جدا، لما تكتب مقالات ممكن تحتفظ بنسخة وتنزلها من هنا عشان لو احتجتها فيما بعد، تكون احتياطي معاك على الكمبيوتر بتاعك. بعد ما خلصنا الاعدادات نيجي دلوقتي لتركيب القالب، وان احنا نظبط مظهر الموقع. طبعا القوالب فيه مجاني وفيه مدفوع، عايز تشتغل على المجاني هسيب لك واحد في الدليل اللي هو سي بلس المجاني، بس اكيد لو معاك فلوس وعايز تطور هيكون كويس جدا انك تشتري قالب مدفوع، هيديك خيارات ويخلي شكل موقعك افضل، ممكن برضو قالب مدفوع زي سي بلس، وهسيب لك اقتراحات للمجاني والمدفوع في الدليل زي ما اتفقنا، مع السكريبت بتاع المجاني سي بلس اللي انا هستخدمه قدامك دلوقتي. طبعا هنخش على النسخه العربي وتحديد الكل وننسخه، نرجع للمدونه بتاعتنا ونختار المظهر. خلينا نشوف بس شكل المدونه بتاعتنا عامل ايه دلوقتي، بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، كاتب لي الاسم والوصف، هضغط على السهم ده واختار تعديل HTML، اشيل كل ده واحط اللي انا كنت ناسخه، فاعمل سيلكت اول وديليت، واعمل بقى لاصق للكود اللي انا نسخته، وابدا اضغط حفظ. نعمل ريفريش للمدونه، طبعا شكلها لسه بسيط جدا بس هنبدا نظبطها اكتر مع بعض. نروح بقى على التنسيق، هنلاقي هنا القائمة العلوية فيها أربع خيارات، خلينا نبدأ بالترتيب الصفحات، هنركب دلوقتي الصفحات الأساسية مع بعض اللي لازم تحطها في المدونة بتاعتك عشان تنقبل في أدسنس، زي إيه يا خالد؟ اتفاقية الاستخدام، تيست الخصوصية، اتصل بنا، ويا ريت كمان منحنا. فنبدأ نختار من القائمة الجانبية صفحات ونختار صفحة جديدة، وطبعا الثلاث صفحات دول هتلاقيهم في الدليل زي ما اتفقنا، هنبدأ نخش على تيست الخصوصية مثلا ونحدد الكود كامل كده وننسخه، نرجع نختار القلم ده ونختار عرض HTML ونعمل لصق. نرجع بقى لوضع الانشاء عشان نشوف الكتابه، هتلاقيها جاهزه، مش مطلوب منك الا تعدل حاجه بسيطه جدا، هتلاقي هنا اسم مدونتك، مطلوب منك تكتب اسم المدونه بتاعتك فعلا هنا، يعني انا هنسخها اهو وابدا احطها هنا، هتلاقيها متكرره حوالي 6 مرات ومميزها لك باللون الاحمر عشان تعرف توصل لها بسهوله ومش حرمك من اي حاجه اهو. هتيجي بقى في العنوان وتكتب اسم الصفحه اللي هي ايه؟ سياسه الخصوصيه، ونيجي هنا على 3 خيارات نحط في الوصف برده سياسه الخصوصيه، نخش بعد كده على الخيارات، هنلاقي هنا تعليقات القراء، هنختار ان محدش يعلق على الصفحة، ونيجي بقى على علامات مخصصة، نشيل الخيار من على تلقائي دي ونحدد الخيار التاني وكمان ده، ونبدأ نعمل نشر على طول تأكيد. لو دخلنا نشوفها كده كويس جدا، ندخل على الصفحة اللي بعدها وهي اتفاقية الاستخدام، نعمل تحديد للكل،
احنا فهمنا الموضوع بقى، ونرجع نعمل صفحة جديدة، نضغط على القلم اهو، نختار عرض HTML ونعمل لصق، نرجع لوضع الإنشاء. هتلاقيها جاهزة، مش محتاج تعدل عليها أي حاجة، اللي ممكن بس تاريخ الصفحة. نكتب هنا اتفاقية الاستخدام في العنوان طبعا، وننسخها ونحطها في الوصف زي ما اتفقنا. نيجي على الخيارات ونعمل عدم السماح للقراء انهم يعلقوا. نروح بقى العلامات المخصصة دي، نشيل من على تلقائي ونخليها الخيار التاني، وده كمان نفس الخطوات، ونعمل نشر. نخش على الصفحة اللي بعدها والمهمة جدا برضو، هي اتصل بنا، تحديد الكل. نروح لصفحة جديدة، عرض HTML ونعمل لصق، نرجع. دي مش محتاج تعدل فيها اي حاجة، وتشوف شكلها دلوقتي. هتكتب بس اتصل بنا هنا، وتحطها برضو في الوصف، وكالعادة عدم السماح بالتعليق. واخر خيار نشيل من على تلقائي ونحط ده، وده نفس الخطوات بالظبط، ونعمل نشر. بقى معانا الثلاث صفحات الاساسية، نشوف اتصل بنا مع بعض. هنلاقيها زي ما انتم شايفين، يقدر يحط الاسم بتاعه، البريد، والرسالة اللي عايز يبعتها لك، وهتوصلك على الايميل بتاعك، تقدر تجاوبه طبعا. في صفحة برضو يا ريت تكون محطوطة، اللي هي من نحن، وبتعمل صفحة جديدة، وبتروح شات جي بي تي تسأله عن وصف برضو المدونة بتاعتك، بس يكون طويل شوية، وبتعمل له لاسك هنا، تكتب من نحن في العنوان والخيارات دي نفسها بالظبط، وتعمل نشر. نرجع بقى، احنا عايزين لما حد يخش على المدونة نفسها يلاقي الصفحات محطوطة هنا ويقدر يشوفها، فهنروح للتنسيق ونختار الصفحات، نضغط على القلم ونعمل إضافة عنصر جديد من هنا. لما تضغط على اسم صفحة بيديك الأربع خيارات اللي احنا عايزينهم تلقائي، تختارها، بيديك الرابط برضو تلقائي، تعمل حفظ بس، وترجع تعمل عنصر جديد، خش على اللي بعدها، بيديك الرابط حفظ، وتكمل. اتفاقية الاستخدام اداك الرابط حفظ. آخر واحدة معانا وهي سياسة الخصوصية، بيديك الرابط ونضغط حفظ، ونعمل حفظ برضو، وتتأكد إن العين مفعلة زي دي، يعني دي مقفولة اهي، هنفعلها لما نيجي بس عند موقع التواصل الاجتماعي، بس دي انت بتفعلها من هنا عشان تظهر في المدونة بتاعتك، لو قفلت الخيار ده مش هتبان، فهي كانت مفعلة اصلا. فنرجع لمدونة، نعمل ريفرش، هنلاقي الصفحات انضافت اهي، نخش على اي واحدة. نيجي بقى على تاني خيار في القائمة العلوية، ان احنا نعمل لوجو يظهر هنا بدال الكلمة دي، فهنروح على كانفا ونعمل حاجة سريعة مع بعض. هنضغط على ابتكار تصميم، نضغط تخصيص الحجم، نحط في العرض 250 في الطول 70. بعد كده بنضغط على ابتكار تصميم جديد، هيفتح معانا الشكل ده، بس لازم نعمل خطوة قبلها، نخش على كانفا ونعمل تصميم جديد عادي خالص، ابتكار تصميم، تخصيص الحجم، ونخليه 1000 في 1000 عشان نخليه مربع، بيدينا قوالب افضل. هنا مش بعمل اي حاجة ولا بتعب نفسي، بروح بس في البحث واكتب مثلا بيزنس لوجو، بيديني خيارات كتير جدا ابدأ اختار منها، لو يكن ده مثلا، وابدأ اعدل عليها، احذف الكلمة دي، واحط انا اسمي بقى المدونة بتاعتي هنا زي ما انتم شايفين كده، خليها في النص، ممتاز جدا. ابدأ اعمل مشاركة، تنزيل، عايزك تخليها لي بي ان جي غالي، وتخلي الخلفية شفافة، وتضغط تنزيل. نزل معانا زي ما انت شايف كده على طول تلقائي. في حاجة مهمة جدا، انت لو ركزت هنا فوق هتلاقي الايقونة بتاعت المدونة بتاعتك بلوجر، لا احنا عايزين نغيرها باللوجو، والمقاس مظبوط هيكون مربع، فنعملها مع بعض ونعمل اللوجو الاساسي اللي هيظهر هنا بعدها. نرجع للمدونة بتاعتنا، نضغط على الاعدادات، ونروح على الرمز المفضل ده، ونختار من الكمبيوتر بتاعنا تمام الصورة اللي احنا عاملينها، وبعد كده هضغط حفظ. نرجع بقى للوجو الاساسي اللي هيكون عليه اهتمام اكتر، اللي احنا حددناه في الاول، اللي هو 250 في 70 ده يا شباب. هبدا اول حاجه اعمل تحميل للوجو المربع بتاعي، ابدا اكبره، كل عليك بتسحب كده عشان استغل المساحه اكتر. هبدا انسخ واعمل نسخه تانية من نفس اللوجو برده هنا، واخلي اللوجو لوحده، وابدا اخلي الاسم في ريحه بقى، هنشيل برده دي، بنشد بس من هنا يا شباب، الموضوع سهل جدا، سحب وافلات. وابدأ برضو اكبرها كده واحطها جنبها، اضغط مشاركة، تنزيل، برضو نخليها بي ان جي، خلفية شفافة، ونضغط تنزيل. المرة دي بقى هنرجع للتنسيق ونختار الخيار التاني ده، ونروح هنا ونختار تحميل صورة، ونختارها مع بعض اللي هي دي، ونضغط حفظ. نرجع نشوفها هل كويسة على المدونة ولا لا، اعتقد بقت احسن بكتير فعلا يا شباب. نرجع نشوف التنسيق عايز مني ايه تاني، عايز مننا مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك، لو يكن هناخد مثلا الانستا بتاعتي، نرجع للتنسيق تاني ونختار عنصر جديد، نحط هنا اسم الموقع الالكتروني، طبعا هنشيل كل حاجة ونسيب بس كلمة انستجرام، نحط الرابط كامل هنا في الخيار التاني، ونضغط حفظ، ونكمل بقى، عايز تحط فيسبوك اللي انت عايزه كله، وتضغط حفظ. اخر حاجة هي القائمة الرئيسية عشان نعمل اقسام في الموقع، ده محتاجة مقالات الاول،
يمكن هروح على المشاركات كده واعمل مشاركة جديدة، ونحط هنا في التصنيفات مثلا كلمة يوتيوب، وهننشر المقالة كتجربة. طبعا هنتعلم ازاي نكتب مقالة بالتفصيل، نشر تأكيد. انا ما بروح على المقالة بقى، بتقدر تاخد رابط القسم من هنا، فانت ما تضغط عليه بتاخد بقى رابط القسم، وترجع للتنسيق تختار الخيار بتاع القائمة الرئيسية، واكيد برضه هنضغط على اضافة عنصر جديد، ونحط هنا كلمة القسم والرابط، الرابط لسه واخدينه، ونكتب هنا ايه يوتيوب، ونضغط حفظ. لو دخلنا نشوف المدونة بتاعتنا دلوقتي، عملنا ريفرش، هنلاقي طبعا المقالة كانت محتاجة هنا صورة، بس نركز على الحاجات اللي احنا عدلناها. هنلاقي السوشيال ميديا الانستجرام انضاف، لو ضغطت عليها هيحولنا على الانستجرام بتاعي فعلا، وكمان الاقسام زي ما انت شايف كده، لما حد يضغط عليها هيفتح له بقى كل المقالات اللي وانت بتحطها اخترت في التصنيف اللي هو يوتيوب. كده احنا قطعنا مع بعض شوط كبير جدا، اخترنا اسم مدونه، استعرضنا الاعدادات، ركبنا القالب، الصفحات. اكيد اللي جاي مهم جدا برضو ان احنا نتعلم ازاي نكتب مقاله، نضيف الموقع بتاعنا في احصائيات جوجل وجوجل كونسول، نقدم الموقع لادسنس. فانت لو محتاج نكمل الكورس فعلا، لازم تشجيعك هيكون مهم جدا بانك تحط لايك للفيديو، تكتب لي كومنت هناك تشجعني، بتقول ان احنا عايزين نكمل الكورس مع بعض. اشوفك في فيديو جديد. سلام.